سأطلقها عليك الواحدة بعد الأخرى حتى تموت. أين يختبئ آلي أبي الغضب الشرير؟ يبدو يا أصدقائي أن المعلم قد ضللنا. لا، فقد تعلمنا من المعلم أنه أينما وجد. دكتور نبيل، تخيل أن في ناس متخيلة أن أنت البطل أدهم صبري. الشباب من الصغيرين لأنهم يعني قد ما كانوا شايفين أو بيقروا لك بجنون وبتوزع بشكل جنوني، والشباب النهاردة هو أنت طفولتهم وأنت صباهم وأنت مراهقتهم وأنت حاجات كتير قوي في حياتهم. جبت منين أدهم صبري ده؟ وفي تجربة كده مريت بيها وأنا في أولى طب، خد يعني انبهرت فيها بشخصية أمنية برضو، فطلعت في مخي فكرة أن ليه ما عندناش بطل، يعني ليه دايما كل الأبطال اللي بنقرأ عنهم يا إما فرنسويين يا إنجليزي يا أمريكان، ما عندناش حد مصري، يعني في حين إن إحنا البطولة واحدة والتقاليد هي اللي بتفرق، بس يعني القيم عند البطل الأوروبي غير القيم عند البطل المصري يعني. فكنت بحلم قوي إن أنا أعمل شخصية مصرية يعني ليها بطل. فخدت الشخصية دي اللي أنا قابلتها في أولى طب ديت، خدتها مثال. طبعا أنا ببص له بنظرة طالب في أولى طب فمعملقه جدا يعني، فابتديت أحط مع ملامح الشخصية كده. يعني شفته في حاجة، في موقف، في شيء بطولي، ولا معرفتك انه رجل امني؟ لا، انا حضرت له مواقف بطولية يعني. هو كان في تجربة انا دخلت فيها من غير قصد، ان انا لقيت نفسي في وسط عملية تجسس يعني. يا سلام. إن لقيت نفسي ان انا مطلوب مني ان انا اتابع 2 جواسيس يعني، وكنت لسه طالب في اولى طب يعني. فده يمكن حفزني اول المجال ده وتشدت له، وابتديت افهم بعض تفاصيله وتشدت لي الناس اللي شغالين فيه. فكنت مبهور بيهم قوي يعني، بالذات شخص معين منهم يعني. فكان فكره ان انا حاولت اعمله بطل، اخده مثل اعمله البطل بتاعي. فلما عملت شخصيه كتبتها بشكل روائي، وكنت متشبع قوي بالعالم ده، بس اعتقد ان الناس حبته لان ما كانش فيه ابطال مصريين خالص في الفتره دي يعني. لا بس انا مش قادرة اعدي حتة انت حضرتك دخلت التجربة بنفسك وطلب منك تتبع 2 جواسيس، ده في ايه الاطار ده كان ازاي؟ ما انا مش قادر التفاصيل كلها، بس هو في سنة 75 تقريبا كان في 2 موجودين في بلدي في طنطا، وكان حواليهم علامات استفهام يعني. وانا اتعرفت عليهم باعتبار ان واحد منهم بيدرس لغة انجليزية، باخد بكتسب اللغه الانجليزيه من اصلها. بعدين فوجئت مره واحده مصريين؟ لا اوكي. ففوجئت مره واحده يعني اتصال حصل بطريقه شيك كده، وبعدين قالوا لي بقى الموقف يعني ان دول المفروض ان هم حواليهم شبهات ان هم جواسيس، ومطلوب ان انا اتعاون في كشفهم يعني. فخدت الموضوع خد فترة طويلة يعني، كانت عملية طويلة شوية، وكانت بالنسبة لي كطالب في أولى طب طبعا بالنسبة لي كانت حاجة تجربة عمر يعني، لدرجة إن أنا ما حكيتهاش لوالدتي إلا بعد 30 سنة. ياه. طبعا أنت احتفظت. قال لي ما تقولش حاجة خالص، فما حكيتهاش لوالدتي إلا بعد 30 سنة، بس قعدت بعدها أفكر في إن العالم ده مبهر جدا يعني. فكان نفسي قوي إن أنا أطلع منه بطل، يبقى بطل مصري، مش لازم يكون البطل بتاعنا إنجليزي بيحارب من أجل الملكة، ولا أمريكاني، عشان أنا عايز مصري اللي هو اللي عنده قيم مصرية والتقاليد المصرية والأخلاقيات المصرية والأخلاقيات العربية بشكل عام. فعملت الشخصية بتاعت رجل المستحيل، إنما ما خطرش ببالي طبعا أنا بعملها إنها تاخد النجاح ده كله يعني. أنا كنت أتمنى طبعا، بس ما خطرش. دي ربة أجيال. الحمد لله. الحمد يعني لله. انا ما بشوفش حد من الجيل ده او الشباب اللي هم يعتبروا 80s و90s ومش عارفه ايه 30 35 دلوقتي مش مبهور الى الان، ويبدو انه هذا النمط محتاج يتكرر.
يعني محتاج يتعمل ابطال تانيين يتابعوا يكملوا شغل ادهم صبري ده بقى كبر الراجل. بس احنا محتاجين بطوله في الارض الواقع شويه. يعني احنا محتاجينها دلوقتي في يعني هو يمكن قال لهم صوره اللي هي الصوره اللي انا كنت بتمناها للبطل يعني او بحلم بيها للبطل، لكن بيبتدي يحصل شيفتنج او ابتعاد عن الصوره ديت بشكل تدريجي، ما اعرفش ايه السبب. بس ابتدى الصوره تاخد شكل اقرب لرجال العصابات من الابطال يعني. ان بقى التعامل اكثر عنفا، الالفاظ حتى المستخدمه عنيفه جدا. ما كانتش دي الصوره اللي كانت في ذهني يعني. يعني البطل عندي مثلا كان رجل مخابرات وبيخوض معارك عنيفه جدا لكن ما بيقتلش خالص، لا يريق الدم ابدا ابدا. انت بتكتب لاطفال، انت بتحاول تحط لهم، هي عمرها ما تقيم كاطفال. ما هي بالظبط ده لحد النهارده. لا هي ما تنفعش تقيم لان في قاموس معين للاطفال لابد استخدامه لما نيجي نكتب الاطفال. هي تقدر تقول انها تين ايجرز يعني فتره النشأة يعني. فهي كان بقدم لهم الصوره اللي انا بتمناها للبطل. الصوره دي علشان تتكون لازم الوسط المحيط بك او العالم المحيط بك يكون يعني يساعد على خلق هذه الصوره. اللي حاصل دلوقتي احنا عندنا عنف شديد جدا في موجود بقى موجود في كل الناس، حتى في يعني في خلاف على مرور عربيه بتطلع سيوف ومسدسات يعني حاجه مش بقاش طبيعي. فمبقاش المجال مناسب لان انا اطرح الشخصيه دي دلوقتي. بس برضه لازال الشباب بيسالوا هل ادهم صبري شخصيه حقيقيه، حتى لو حضرتك قلت انا استقيت من هذه الشخصيه الامنيه، لكن تفاصيله دي كلها من صناعه خيالك؟ هو اي بطل درامي من صناعه خيال المؤلف، لكن هو بيتاثر فيها بشخصيات عايشها او حاجات شافها. وهو على فكره الشخصيه بتبدو مبهره للي معاش العالم ده. او زي بالظبط لما اتكلم عن واحد بطل صعقه مثلا لانسان مكتبي موظف مكتبي عادي، هو لا يمكن يتخيله، ما يقدرش يتخيل ان في عنده القدرات دي. انما هو لو دخل هذا العالم، انا دخلت هذا العالم من 30 سنه، ما زلت فيه من 30 سنه. فانا عارف ان ده موجود، النموذج ده موجود، صحيح ممكن مش موجود بكثره لكن موجود. والنماذج دي موجوده. انا بس عايز انقل الميديا يعني، بدل ما كنت بقدمها له في كتاب انا دلوقتي بقدم له في ميديا تانية في دراما. يعني بعمل مسلسل منفصل، له حلقات المنفصله المتصله، بقدم فيها نوع جديد من الابطال بشكل مختلف. ما هواش قائم على الهيرو، اصل الهيرو البدني او الشخص اللحم ودم يعني كان فتره من الزمن. من الاعمال، وبعدين ابتدوا يخرجوا للاطار الميتافيزيك شويه، انه يبقى سوبرمان ويبقى مش عارف عنده قوه ايه وبتاع ايه والحاجات دي. برضو عشان ترجع تاني بعد ما حلقت في سماء خيال الهيروات كده، انه يبقى باتمان وسوبرمان ومش فاهم مين مان، ويرجع ينزل يبقى بني ادم عادي عضلته زي عضله اي واحد تاني يعني. اذا الذكاء هنا بالظبط. ما ننسيش برضو ان الفتره بتاعت سوبرمان وباتمان ظهر بعدها روكي ورامبو. انه رجع بقى اسسه، بس عمله برضه هيرو، بس هيرو اللي هو الذي يمكن ان يوجد. مش السوبر باور. فلقينا العيال اتنفخت، راحت الجيمات كلها. البطل اللي بعمله حاليا عقلاني، عقلي اكتر يعني. هو ذكي بشكل بيستطيع بيه الوصول لحقائق كتير يعني. فانا لقيت ان يعني انا محتاج انقل الفكره دي دلوقتي. انهي اكتر المبيعات في رجل المستحيل؟ هل كان في علامه مثلا؟ لا، هو في حاجات اعداد معينه عملت مبيعات عاليه قوي، بس بتبقى حاجات يعني مؤقته لان بعد كده ترجع تتساوي مع الباقيين. انما في العدد الاخير مثلا عملت قفلت السلسله خالص على عدد 160، ده عدد عمل مبيعات كبيره جدا. رغم ان هو نزل على النت برضه اتسرق كالمعتاد. فكنا متخيلين انه مش هيعمل مبيعات، لكن لقينا انه بيعمل مبيعات عاليه جدا، مبيعات كبيره جدا. في عدد كان اسمه الموت لا ياتي مرتين، عمل برضه مبيعات. ليه؟ ما نعرفش. هو لو حد عرف ابجديات النجاح في الحاجات ديت كان بقى ملياردير يعني. لا يعني انا قصدي اقول انه هل المؤشر، طب عايز اسالك سؤال، هل رجل المستحيل ده ساهم في تكوين شخصيه الشباب اللي نزل مثلا يوم 25 يناير او 30 يونيو؟ اعتقد ان هم اللي يسالوا في كده يعني. بس كان في منهم ناس بيبعتوا لي مسجات بيقولوا لي الكلام ده يعني. بيقول انك انت هو ده اللي ساعدنا ان احنا نعرف ان مفيش حاجه اسمها مستحيل، وان الانسان ممكن يقرر المستحيل، لان الرجل المستحيل مش سوبرمان. هو بيستخدم قدراته العاديه وذكائه في التخلص من المواقف او في التعامل مع المواقف. فممكن يساعد ناس، انا انما هو الناس هي اللي تقول اذا كان ساعدها ولا لا. انت عارف انه في جروبات على الفيسبوك اسمها ادهم صبري رئيسا للجمهوريه، وعليها مئات الالاف من والله فكره لذيذه، من رجال يعتبروا دلوقتي ناضجين يعني، اللي هم اتربوا على ادهم صبري. يمكن بيتكلموا عن النموذج ده يعني. هم عايزين النموذج اللي هو
من اجل مصر فقط يعني مش مش انا والله انا بتمنى زيهم بالظبط بتمنى مش ان يبقى رجل مسعيد بس انا عايز النموذج اللي هو يضع مصر فوق كل اعتبار. مصر يعني غاليه قوي وغنيه قوي وغاليه علينا قوي يعني ويمكن انا ما اعرفش هل جيلنا بس اللي بيحس بالشعور ده جيلنا بس اللي لسه روقه بتترعش لما يسمع اسم مصر ويفكر فيها ولا لسه في ناس عايشه بالفكره ديت لان انا لغايه دلوقتي اسم مصر بيرجني طبعا من جوايا يعني فانا عايز حد يحطها فوق راسه اساسا ما يعتبرهاش ان هو يعني هيحكم مصر كامبراطور الوز بقى انا عايزه يحكمها خدام لمصر يعني يبقى هو بيحكم عشان مصر مش عشان هو يكبر ما هو احنا محتاجين نرجع يمكن في بعض الخيوط اتقطعت عايزين نوصلها تاني بحيث انه احنا ايه اللي كان رابطنا قوي كده وليه شايفين ان في بعض النماذج مش مربوطه قوي بالبلد دي كده يعني انا فاكره دكتور نبيل مثلا وانا بعمل السقوط في بير سبع كان معانا الضباط اللي جابوا القضيه وكانوا يعني انا كنت ببص لهم هم ناس عاقله جدا ومؤدبين ادب مش معقول كلهم كده ودايما يختاروهم كانوا عينيهم ملونه وبتاع عشان يبقوا شبه اي جنسيه يعني فكانوا هانسم وبعدين عاقلين وحكماء قوي ما يقولش حاجه وما يعني ما يغلط يعني فكنت بشوفه ده يعني حاجه نفسي تتكرر انا مش شايفه النماذج دي كتير على فكره لا هي موجوده طبعا انا بتعامل معاهم من 30 سنه يعني هو النموذج لا من الجيل ده من الجيل الاصغر يعني كل جيل اصواب بيخضع لفتره تدريب يعني هو ما بيتولدش كده هو بيخش فتره تدريب وبتخليه في الاخر كده انه بيتعلم انه ما بيسمعك اكتر ما بيكلمك ودايما ودنه ومخه شغالين معاك طول الوقت وبعدين بتلاقيهم دايما مهذبين جدا والتعامل بتاعهم راقي جدا بيتعاملوا بشكل راقي جدا ومهذب جدا ولا يمكن استفزازهم دي بقى انا سعيد راهن حد عليا لا يمكن استفزازهم افعل ما شئت لن يستفز احدا منهم ابدا هيفضل باصص لك لغايه ما تخلص اللي عندك وبعدين يكلمك بمنتهى الهدوء مفيش فايده هو بيدرب على كده بيتعرض لضغوط كتير جدا وتدريبه راقي جدا بياخد سنه تدريب سنه كامله تدريب فلازم يطلع منها مثقل تماما يعني انسان مثقول كده زي الالماظه الجيده مثقوله هم موجودين لكن هم عاملين زي النفس كده ما بنحسش بيه الا لما يتكرش طب حضرتك في ملف المستقبل يعني جالك فيجن لقدام انه مصر بعد سنه 20 2020 هتبقى 2020 يعني هتبقى كنت تتمنى ولا انت شايف الخط ماشي زي ما هو والله احنا فضلنا 6 سنين لما نشوف يعني ده خلاص احنا اصل هو العالم كله بيتطور احنا لو تشوفي احنا كنا فين من تطور العالم في من 20 سنة وفين احنا من تطور العالم دلوقتي هتلاقي في فرق حصل طبعا بس احنا دايما ما بناخدش بالنا من الخطوة اللي قبلنا ما بناخدش بالنا من الاول يعني لو رجعنا ل 20 سنه ورا لا في فرق كبير جدا ايوه حضرتك اللي عندك الملف ده يعني حضرتك ابتديت ملف المستقبل امتى سنه 84 طيب 84 ل 2014 84 94 30 سنة تخيلك في 84 كان انه مصر سنه 2020 هتكون بالشكل الفلاني حصل قصور في البلان اللي انت حاطه بحيث انه ما يوصلكش والله في حاجات حصل فيها قصور وحاجات حصل فيها تطور يعني في حاجات تصورت انها هتحصل في المستقبل حصلت في بالنسبه لي دلوقتي في الماضي يعني زي الفاكس مثلا لما اتكلمت عن الفاكس زي ثوره الاتصالات يعني انا اتكلمت عن فكره ان يبقى في موبايل او حاجه في الايد قبل ما يبقى في موبايل في العالم اساسا بس حصلت قبل الزمن اللي انا تخيلته في حاجات تانية محتاجه لشعب بحاله يشتغل لان احنا مشكلتنا دايما كنت بتكلم مع حد قبل الهوا ان هو دايما هو الرئيس هيعمل ايه مش عارف الحكومه هتعمل ايه هي المشكله ان هناك شعب يعمل ايضا مش الفكره لو هذا الشعب عمل هنوصل اللي احنا عايزينه في 2020 دي 6 سنين مش فتره قليله يعني مش فتره كبيره لكن مش فتره قليله انما لو الشعب فضل مستني لما حد يعمل له يبقى ممكن نقعد ل 20 30 يعني 30 20 يعني العمليه مش طيب. لا تاتي من فرد هعتبر حضرتك بالجمله دي حطيت حافز للناس ولجماهيرك العريضه جدا اللي اريالك أدهم صبري واللي أريالك ملف المستقبل إنه يرجعوا يفتحوا ملف المستقبل ويقروه تاني ويشوفوا كنت فين والفرق قد إيه وإذا كانوا يقدروا يقطعوا المسافة اللي فاتتهم في الست سنين دول يعني هعتبر ده حافز من حضرتك ودعوة لقراءك الكتار قوي قوي اللي لازالوا موجودين وبيعيدوا تاني وأتمنى إنه الأعمال دي نقدر نشوفها بقى يعني حضرتك تقول لي بكتب مسلسل جديد لكن الحاجات دي عايزين نشوفها
ما هو ده يسأل فيه المنتجين ما اسألش فيه انا. حاضر يعني داش. حضرتك لو تخيلتي شخصية زي رجل مستحيل لو اتعملت فيلم تفتكر عدد المشاهدين فيها هيبقى قد ايه؟ ده عندك حق. طبعك. مين من المنتجين فكر في كده؟ انا الحقيقه ما فكرتش. طيب قصور شديد. يبقى هي المشكله مش في كده، عشان انا كبيره شايخه شويه عن العيال اللي عايزه تشوف ادم صبري. يعني انا مثلا نزل فيلم سوبرمان مثلا، انا دخلت اتفرجت عليه، انا بطلت اقرا سوبرمان من اكتر من 25 سنه. بس بطل عشت معاه فتره طويله وشفته، نفسي اشوفه على الشاشه يبقى شكله ايه. يعني الفضول لوحده هيجيب كم مشاهد؟ يعني يعني كفضول نشوف رجل مستحيل اللي بيقرضها متحول للشاشه هيبقى شكله ايه. فهو ده قصور انتاجي مش قصور من المؤلف. صح. بس حضرتك مستعد تكتب السيناريو والحوار ولا حد يكتبه؟ المشكله طب ما انا سيناريو الحوار ده، ما انا بكتب سيناريو الحوار على طول. طيب اتفقنا. على الهوا جدا. جيل جيل. اوكي نورتنا. الله يخليك، فرصه سعيده.